أول شيء معروف عليا كنغني جميع الألوان، والراي كنغني على المنصة دائما، خاصة إذا كنت في الجهات الشرقية، فأصدقائي عارفين بأنه كنغني الراي يعني عزيز عليا، ولكن ما توقعت أنني يمكن نغني بهالطريقة. فشكر كبير لطريق الحجيلي، شكر كبير لمهدي مزين ومحمد المغربي، ولأنهم شجعوني فعلا أنني نغني بلون الراي، وخاصة أنا أغني على الأم، فعرفت أنها غادي تحس فيها إحساس أكثر، خاصة أنه كلام على الأم متوفية، فنتمنى أنه إحساس يكون وصل للناس. عجبني الحال أنه أكثر أغنية عجبتهم، فهذه حاجة جميلة، فإن شاء الله يمكن نغني أغنية راي مرة أخرى، ولكن بطريقة تكون نشوفه يعني طريقة جديدة، يمكن تكون عاطفية يمكن، ولكن جديدي بعد رمضان في العيد أغنية أفرو هتشوفوا سعيدة. لا لا، لباسي هو لباسي، والملحفة هويتي، يمكن تشوفوني معروضة عند أصدقائي بالتكشيطة والملحف أو القفطان، ولكن هويتي هي الملحفة. لا ما عنديش هذا المرض النفسي نهائيا، نحضر الحفل نعاون في أي حاجة في سبيل الله، ماشي ضروري، واخا يكون وانا اصلا ما عندي مشاكل مع حد، كنبغي الجميع ونموت عليكم كاملين، الفنانين اللي يبغيني واللي ما يبغينيش، انا كلشي كنبغيهم، ما عنديش مشكل مع حد.